أنا عايز أستأذن يعني لأنه واضح أن هناك أمرا عاجلا مش عارف في كلمة المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر من خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أنا بس عايز أستأذن أن احنا ننقل هناك تقريبا 60 ثانية 120 ثانية على الأكثر، نحاول بس نطلع على إيه اللي بيجرى وكده نكمل الكلام. خلال اليومين المقبلين وإلى الأفكار والتوصيات التي ستصدر عنه كإضافة وزخم للجهد الذي تبذله الحكومة وأجهزتها، ونحن ننطلق في مشروعنا الوطني لبناء الدولة الحديثة. واسمحوا لي أن أعرض على حضراتكم بعض الملامح الرئيسية لخطتنا في المرحلة المقبلة في المجالات الاقتصادية. لقد قامت الحكومة بتكليف من القيادة السياسية بإعداد برنامج للإصلاح الاقتصادي يمتد من عام 2016 حتى عام 2019، يهدف إلى تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة مدفوعة بزيادة تدريجية ومستدامة في معدلات الادخار والاستثمار. ويمهد هذا البرنامج لتحقيق انطلاقة اقتصادية من خلال ضمان استدامة المعروض من مصادر الطاقة وتوفير بنية تحتية متطورة وعمالة مؤهلة وبيئة أعمال وتشريعات تضمن تنافسية الاقتصاد الوطني، مما يساعد على المنافسة والتصدير لضمان القدرة على جذب استثمارات وإتاحة فرص عمل حقيقية. كما يهدف برنامج الإصلاح إلى الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى لترفع من معدلات النمو من ناحية، وتؤدي إلى زيادة حجم المعمور من البلاد من ناحية أخرى، وتوفير فرص العمل لشباب مصر. ولقد أدى تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى تحقيق عدة نتائج، يمكن معالي الوزراء تعرضوا إلى بعض هذه النتائج، ولكن نقدر نقول إن احنا خلال هذا العام الماضي كان معدلات النمو في حدود 4.2% على الرغم مما تعرضنا له من تحديات ومواقف يعني كانت صعبة حقيقة خلال هذا العام. زيادة صافي الاستثمارات كما ذكرت معالي وزيرة الاستثمار، والزيادة في حدود 15% من 6.9 مليار دولار إلى حوالي 7.9 مليار دولار، وإن شاء الله هذا العام نرتفع عن هذه الأرقام. معدلات البطالة كانت تتراوح دائما ما بين 12 إلى 13%، انخفضت عن 12%، ولكن أنا في تقديري وأرجو أن نراجع هذه الأرقام بدقة أنها أقل من هذا. في حجم المشروعات القومية الجاري تنفيذها أنا أعتقد أن معدلات البطالة تقل عن 12%، وأرجو أن نراجع هذه الأرقام إن شاء الله. العجز الكلي كسر حاجز ال 11%، احنا كنا دايما نتحدث عن عجز في الموازنة في حدود 12 إلى 13%، نحن نتحدث عن 10 و9%. هذا العام بإذن الله من المخطط أن ننخفض لحدود 9.5 9.6 بإذن الله، وهذا تحدي كبير ولكن إن شاء الله هنحققه. ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية من النقد الأجنبي، الحقيقة يعني في مثل هذه الفترة من العام الماضي كانت الاحتياطيات في أدناها، الحمد لله احنا تعدينا حاجز 36 مليار دولار وهو الرقم الذي يعني كان الاحتياطي في 2010 قبل قيام ثورة 25 يناير. هناك تراجع في ميزان المدفوعات في خلال العام المنصرم، بلغ العجز في خلال عام 2015 و16 كان حوالي 2.8 مليار دولار. العام الماضي حققنا فائض قدره 13.7 في ميزان المدفوعات، وده طبعا إضافة جيدة للمؤشرات الاقتصادية.